تشرد ما يزيد عن 1,000,000 أوكراني في أرجاء بلدهم منذ اندلاع القتال في نيسان إبريل 2014. قتل حتى الآن ما يقرب من 6,000 أوكراني بسبب القتال الدائري بين الانفصاليين والقوات الحكومية في الجزء الشرقي من البلد. فرت أسرة إيلوتشينكو قبل شهور قليلة عندما استفحل القتال في بلدة ديبلاتسيف في دونتسك كما تقول آنيا وهي الابنة الكبرى. وجدوا في العاصمة كييف ملجأً آمناً، وتقول الجدة اليوبيوف أنها خافت على سلامة أسرتها. قصة أسرة إيلتشينكو ليست الوحيدة، ففي شمال أوكرانيا فقدت ليودميلا وزوجها منزلهما في فيونوهارندي التي تعد في خط المواجهة. يا сама себя успокаиваю тем, что, наверное, Господь направил этот снаряд, потому что в доме никого не было. Что, может, наш дом спас и соседей, что там ребенок в данный момент находился. عادت ليودميلا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأنقاض، وتأمل أن تعود يوماً إلى منزلها بعد أن ينتهي الصراع، إلا أن كثيراً من المسنين لا مكان لهم يأووا إليه، ولأنهم وحيدون وضعفاء ومعدمون، أحضروا إلى هذا الملجأ للحفاظ على سلامتهم. آنا البالغة من العمر 82 عاماً مشوشة، فهي تعتقد أن هذه هي الحرب العالمية الثانية. من على التل تتواصل القذائف، واتفق في العاصمة البيلاروسية مينسك في شباط فبراير 2015 على هدنة جديدة يؤمل منها الحد من تدهور الحال في أوكرانيا. ويقول جيفري فيلتمان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية: Eastern Ukraine still appears to be in limbo as we await full implementation of the Minsk package of measures. Вот самое большее, что пугает, это что дальше? Ну, самое большее. Вот это вот, как бы, сидишь в неизвестности. Ну, сколько ты тут сможешь просидеть? Ну, надо же как-то работу какую-то, куда-то обосноваться. Не знаем. The road ahead will be difficult, but it is critical that all concerned strictly adhere to and commence good faith implementation of this agreement. تقول ليودميلا: إذا نفذ الاتفاق فهناك أمل. Мы здесь будем жить, и все здесь будут. Здесь будет мир, и все вернутся сюда. أعدت هذا التقرير للأمم المتحدة ماري فيريرا.